باب سباع يوم الأربعاء ب 29/2/2012 الأهالي يضعون الطناجر في الشارع لجلب الماء من ماء الثلج بسبب انقطاع الماء. الجيش الأسدي انقطع الماء والهواء وكل شيء عنا، رغم كل ذلك ما زلنا مستمرين في معركتنا ضد هذا النظام لنيل حريتنا. انظروا هذا الشعب الحمص، هذا الشعب الحمصي، هذا هو. حقا انهم حماسنا، رغم الاسى، رغم القصف، رغم كل شيء لديهم النهفات الحمصية. هذا سر نجاحنا، هذا سر اصرارنا وصمودنا الى الان، هذا هو السر.